السلام عليكم، مرحبا بكم إخواني وأخواتي محبي ومشاهدي قناة جيمستون زي تي او نوكيا. مرحبا بكم مرة أخرى في موضوع جديد، ألا وهو رق الغزال المعروف بطريقة الترانسفير أو التنزيل. كما هو معروف هذا الموضوع سوف نتطرق إليه مباشرة أمام أعينكم، فهو موضوع خطير مليء بالكذب والدجل والخداع والسحر والشعوذة، ولا يوجد فيه شيء يمكن من خلاله أن تجد كنزا أو تستخرج كنوزا. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نعطيكم بإذن الله كل المعطيات التي تتمحور حول هذا الموضوع. كما ما هو معروف بأن دولة المغرب هي معروفة بهذا الدومين وبهذا الميدان الخطير. يقال أو يشاع، لكن حقيقة ليس بإشاعة، أن هناك مجموعة من الشيوخ الذين يدعون أنفسهم أنهم شيوخ روحانيون أو شيوخ قادرين على التنزيل أو الترانسفير. أقول لهم بكل بساطة، اتقوا ربكم، إن هذه الأعمال فهي من أعمال الشياطين، فاجتنبوها. إخواني أخواتي، كل محب لله سبحانه وتعالى ولسنة رسوله ابتعدوا على هذا الميدان، فإنه مليء بالشعوذة ومليء بالكذب والخداع، ولا يوجد من ورائه ولو 0.0000% من النتائج الإيجابية. والله يا أخي سوف تضيع وقتك. يقولون أن رق غزالك يمكنك أن تختبره. يجب عليك أولا أن تفتح رق غزال مثل هذه التي نشاهد بين أيدينا الآن، وتضع بيضة بلدية يقال لها البيض البلدي، لونها أبيض، تضعها وسط هذه الجلدة أو داخل الرق. فإذا كانت فيها الماء الأحمر يعني الزئبق الأحمر فإنها تنكمش على الورقة، يعني الورقة أو الجلدة أو أرق الغزال ينكمش على هذه البيضة. مفهوم؟ مفهوم. إذا انكمش أرق الغزال على البيضة في ثواني قليلة، فيقول الشيخ بأنها هذه الدفينة فيها الزئبق الأحمر، ولكي تستخرج الزئبق الأحمر بواسطة هذا الريق يجب عليك الذهاب إلى مكان نظيف أو منزل أو فيلا أو مكان لكي تقوم باستخراج أو عملية الترانسفير وعملية التنزيل. كيف ذلك؟ أنك تحمل منديلا أبيض وتقرأ بعض الآيات المشقلبة، نقول مشقلبة لأن مشقلبة والموضوع مشقلب، تقول بعض الآيات المخربقة والمشقلبة، فيها كلها عبارة عن سحر، كلها عبارة عن تخاريف وشعوذة. وهكذا يأتيك الخادم ويأمرك أن تطيعه ببعض الشعوذة أو بعض الأشياء التي تمس الدين والتي لا أساس لها من الصحة، حيث أن هذا الخادم أساسا يريد أن يوقعك في الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله يا أخي لن تستفيد شيئا من هذه الأمور. وإذا وضعت البيضة بهذا الشكل وسط رق الغزال وقابت البيضة بالنزوح أو الهروب عن هذه الجلدة أو عن هذا الريق، فتبين بأنه فيه الذهب الأصفر.
هذه ليست أقاويلي لكنها هي أقاويل الشيوخ. يقولون أن إذا وضعت البيضة البلدية لونها أبيض داخل الجلد أو داخل عرق الغزال وقامت بالتحرك أو الهروب عن الرق، فاعلم أن فيه ذهب كثير أصفر. وإذا انكمشت هذه البيضة، انكمشت الورقة أو رق الغزال على البيضة، فاعلم يا أخي أنه فيه زئبق أحمر. سبحان الخالق سبحان الخالق. يا ترى هنا نضع بعض التساؤلات، ماذا أو ما هي الأشياء المكتوبة على تلك الرق الغزال؟ لاحظ يا أخي جيدا، إذا أخذت مكبرة أو عدسة تكبير ولاحظت هذه الكتابات، والله يا أخي أغلبها تكون مكتوبة باللغة العربية أو العبرية أو بعض اللغات الأخرى، لكن اللغات الكثيرة هي العربية. إذا تمعنت كثيرا كثيرا في هذه الورقة، والله يا أخي لن تفهم ولو نصف حرف، كلها تخاربيق. وأقول لك لا تقرأها لا تقرأها، لا أصلا لن يضرك. يقولون إذا قرأتها أو قرأت علي القرآن الكريم أو المعوذات فسوف تسحق من طرف الجن أو المارد أو الذي كتب هذه الرق الغزال. لكن في الموضوع يا أخي، سواء قرأت عليها أي آية كيفما كانت أو قرأت مدرستي الحلوة مدرستي الحلوة أو غنيت عليها أنشودة، والله يا أخي لن يقع لك شيئا. مجرد توهمات وكذب ودجل ومضيع للوقت فقط يا إخواني. هذه نصيحة مني، لأنني تحدثت خصيصا مع بعض الناس الأتقياء الذين يتقنون الطريقة الشرعية لاستخراج الكنوز، بعض الناس الكفء في هذا الميدان. يقولون بأن هذا الميدان الذي يقولون أنهم يعتمدون على استخراج الكنوز عن طريق البيض أو طريق هذه التخاريف أو طريق الغزال أو طريق الترانسفير، فإنه مجرد كذب وخداع وشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله يا أخي سوف تضيع وقتك ولن تجني معهم ولو نصف ريال، بل سوف تضيع وقتك ومالك فقط في هذه الأمور. لذا إخواني أخواتي، أنا دائما أحاول أن أطرح بعض المواضيع التي تهم جميع المواطنين المغاربة أو الدول العربية. فالترانسفير أو التحويل عن بعد هو مجرد كذب. يا أخي أنت تدعي أنك تقوم بالتحويل، هيا أرينا ماذا يمكنك أن تفعل. اذهب إلى أي بنك كيفما كان وقم بالتحويل. هيا اذهب إلى أي محل يبيع الذهب وقم بالتحويل. سوف نجربك، نقوم بأمام أعينك أو أعين الناس، نقوم بأن نحفر مثلا درهم أو جوج دراهم في حفرة ونقول لك قم بالتحويل. والله لن يقوم بالتحويل، والله لن يقوم بالتحويل أبدا أبدا. هذه عصابة إجرامية هدفها الأول هي سلب جيوب المواطنين، حيث يقولون لك يجب عليك أن توفر لنا كذا وكذا وتخلص علينا ثمن كذا وكذا، ويأكلون الزرود والأكلات وتخلص عليهم الأوطيل والديبلاسمو والمازوت، ولكن لا شيء من هذه الأشياء، لن تستنتج شيئا منه. إخواني أخواتي بارك الله فيكم، هذا الموضوع أنا أريد من الناس المهتمين بهذا الميدان ألا وهو استخراج الكنوز، إذا كنت تريد أن تستخرج كنزا
من الأرض. أولا، هذا كنت تعتقد في دماغك أو عقلك أنك تريد شيئا من الحلال؟ بالله عليك أسألك سؤالا، أأنت تريد استخراج كنز بالحلال أو ذهب بالحلال أو أي شيء، أو تحف قديمة بالحلال وأنت تستعين بالكذابين والدجالين المشركين؟ ماذا يقرؤون؟ هل سمعتهم يوما ما ماذا يقرؤون على هذه الأمور؟ يقرؤون بعض الأشياء التي يلزمهم الجني أو المارد أن يكتبونها ويقرؤونها. هل تعرف يا أخي أن هذا الشيخ المجرم قبل أن يتم بالتحويل أو ترانسفير أو هذه التخربيقة كما نقول، أنه يذهب يصلي في جماعة في صلاة الفجر، وقبل أن يصلي يكون جمع زوجته أو فتاة باغية عاهرة، أعزكم الله على هذه الكلمات، ويأتي بجنابته، نعم بجنابته، ويصلي أمام الإمام مباشرة، وعندما يركو ويسجد يقول بعد التخربيق وبعد الشرك. هذه بعض الكلمات أقسم لكم يمينا قالها لي صديق لي بمدينة خفرة، الآن لقد تاب إلى الله سبحانه وتعالى، كان يعمل الرقية الشرعية وبعد ذلك تحول إلى هذه التخربيق، ولكنهم لم يستعن بأي شيء ولم يجلب أي شيء، لكنه الآن الحمد لله تاب عن طريق بعد صديق لي بمدينة وجدة، هو شيخ كبير في علم الشريعة الإسلامية وأستاذ للتربية الإسلامية جزاه الله خيرا، أنه هداه إلى طريق مستقيم، والحمد لله هو الآن يعمل الطريقة الشرعية، والحمد لله فهو بخير وألف خير، إنه ابتعد عن هذه الحرام وعن هذه التخربيق وهذه الشعوذة. إخواني أخواتي، أقول لكم من هذا المنبر عن قناة تيمستون زي تو نوكيا أن الطريقة الوحيدة هي الطريقة الشرعية لاستخراج الكنوز. الطريقة الشرعية لاستخراج الكنوز قلتها وأعيدها بعجالة، أنك إذا كنت تريد أن تحفر المكان المناسب، يجب عليك أولا أن يكون هذا المكان هو ملكك، أو أن صاحب المحل أو المكان يكون بجانبك وأعطاك أمرا بأن تقوم بالحفر. قبل ذلك يجب عليك، إن كنت تريد أن تحفر مساء، يجب عليك أن تكون قرأت صليت وحصنت نفسك وصليت مع الجناب مع الجماعة صلاة العشاء جماعة، وتقول جميع الأذكار، وإذا كنت تريد أن تخدم إن شاء الله بالنهار يجب عليك أن تكون قد صليت صلاة الصبح في جماعة وهكذا. وعندما تذهب إلى المكان تقوم بالرش المكان بالماء مقري عليه صورة الرحمن والواقعة وصورة الجن والصفات كاملة وآيات الكرسي. كذلك أنك تقوم بالآذان في ذلك المكان، وعندما تبدأ بالحفر بعد الرش أنك تقول بسم الله بسم الله توكلت على الله. هذه الطريقة الشرعية، ولكي تفهم كثيرا في هذا الموضوع شاهد الحلقة القادمة في هذا الموضوع، سوف تتعلم إن شاء الله بإذن الله. هناك بعض الشيوخ، قلنا نرجع للموضوع، أن بعض الشيوخ يستعينون بالطقس المغربي. هذا الطقس المغربي فهو ثمنه الحقيقي يباع تقريبا بسبعون غرام، سبعون درهم للغرام الواحد. أنهم يشترونه بسبعون غرام، وأقولها وأعيدها، هذا اللبان يباع بسبعون سبعون درهما مغربية للغرام الواحد، يعني تقريبا سبعة أورو، تقريبا سبعة أورو.
وعندما يذهبون إلى الشخص الذي يريد أن يستخرج هذه الكنوز يقولون له إننا نريد أن نشتري بخورا معينة تعمل كذا، تعمل مثلا 2000 درهم للغرام واحد أو 5000 درهم للغرام واحد أو 1000000 أو 2 أو 3 إلى غير ذلك من الأثمنة المرتفعة. هذه هي الطريقة النصب الذين ينصبون عليها، وعندما يقومون بالتخربيق وتخربيق الشعوذة أديالهم، والله يا أخي كن متأكد لن يجبدوا لك ولو نصف سنتيم. أتحدى أي أحد، أتحدى أي شيخ يقول أنه يعمل الترانسفير عن بعد أو التحويل عن بعد، أتحداه ثم أتحداه. وهذه رسالة إلى جميع الشيوخ المغاربة، اتقوا ربكم، غدا سوف تسألون يوم القيامة عن هذه الأمور. أنتم عباد الله، بالله عليكم كيف تستعينون بالجن؟ ألا تدرون أن الاستعانة هي فقط بالله؟ فلماذا تستعينون بالجن؟ ولماذا تقولون بعض الكلمات التي لا أساس لها من الصحة؟ لماذا تقومون بقراءة سورة الإخلاص مقلوبة مع كسر بعض الكلمات؟ لا أريد أن أوضح أكثر لكي لا يجرب بعض الإخوان أو الأخوات المستمعين. لماذا تقرؤون سورة الناس مقلوبة مع كسر بعض الأرقام؟ أنتم تعرفون هذه الأشياء. لماذا تقولون جميع أنواع الروحانيات المذكورة، الكلمات الروحانية المذكورة في القرآن مقلوبة؟ لماذا؟ ما هو دليلكم؟ إذن أنتم فقط تستعينون بالجن، والجن هو فقط يلبي أوامر إبليس ألا وهو الشيطان، يريد فقط أن يسقطك في جهنم وفي الشرك الأعظم. بالله عليك كيف ترضى لنفسك يا أخي يا محب قناة جيمس تونز نوكيا أن تتبع مثل هذه الشيوخ مثل هذه الأكاذيب؟ من هو الرزاق؟ الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. استعمل الطريقة الشرعية لاستخراج الكنوز أو لا تستعمل شيئا وانتظر رزقك حتى يأتيك إلى بين يديك. هذه كانت رسالتي فقط إلى بعض الإخوان الذين يقولون أنهم مدمنون بسنوات طويلة. هناك من يسمع الآن كلامي يقول أنني منذ 10 سنوات أو 8 سنوات أو 20 سنة وأنا في هذا الدومين. بالدارجة المغربية عمري ما جبت حتى شي لعبة. السؤال المطروح هو لماذا؟ لأنك أنت لم تستعن أولا بالله، واستعنت بواحد كاذب أو متخرف أو ليس له ضمير يستعين بالجن، والجن يكذب عليهم ويريد أن يسقطهم في بعض الأشياء والأمور. الجن أو الشيطان أو المردة أو العفاريت هم فقط يريدون أن يضيعون وقتكم ويسقطونكم في الشرك الأعظم. هذه رسالة إلى إخواني وأخواتي في هذه القناة. والله ثم والله ثم والله أحلف بجميع كلمات الله بأسماء الله الحسنى أنك والله يا أخي أنك إذا كنت في هذا الدومين أو هذا الميدان والله لن تجني منه ولو نصف سنتيم. استعمل الطريقة الشرعية فقط سوف تجني الأمور. هناك من يقول لي أن استخراج الكنوز في المغرب أو الدول العربية فهي جريمة قانونية. نعم المغرب، نحن كمواطنون مغاربة، فالمغرب الحمد لله هذه ليس هناك رخصة حاليا لاستخراج الكنوز أو الذهب بغير رخصة، ولن يمكن أن يعطونك رخصة في هذه الأمور. لكن بعض الرجال، نقول الرجال، يستغلون
الأمور ما دمت في المغرب فلا أتستغرب. هناك طريقة سحرية سهلة بسيطة سهلة، بحالها بحال الماء، بحالها بحال شرب الماء. كل ما في الأمر أنك تذهب وتقوم برخصة لاستخراج واستخراج واستغلال المعادن، ثمنها فقط